السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى. الوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم واحد البيتزا بالعجينة السائلة والمرتديلا. تجي الطعم ديال العجينة رائع ومميز، فإذا بغيتو تعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير تبعوا معايا الفيديو. فيلا نبداو، بسم الله. بالنسبة للطريقة ديال التحضير، ففي إناء غادي ندير خميرة الخبز الجافة، ممكن كذلك تعودها بالطرية. غادي نضيف عليها السكر وغادي نضيف القليل من الماء الدافئ. غادي نخلط هاد المكونات هادو مع بعض وغادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليهم واحد المدة ديال بين 10 حتى 15 دقيقة حتى تتفاعل لنا الخميرة. فمن بعد ما تفاعلت لي الخميرة، الان غادي نضيف لها زيت الزيتون، ممكن كذلك تعودها بزيت المائده. غادي نضيف لها قليل من الملح، غادي نضيف كذلك الزعتر. من الاحسن الزعتر منين نديروه يعني نحكوه بين الايدي ديالنا باش كيزيد يعطي النكهه، يعني بالنسبه لجميع الاعشاب نحكوها بين يدينا. غادي نخلط هذه المكونات هادو مع بعض. غادي نضيف الماء دفعه واحده، ممكن في بلاصه، بما ان هذه العجينه دي انا نستمتها بالزعتر، ممكن في بلاصه الزعتر ديروا الزعتره او ديروا الريحان او الحبق يابس، يعني ماشي ضروري انكم ديروا الزعتر. فمن بعد ما يعني خلطت السوائل، فانا الان غربلت الدقيق ويعني درته دفعه واحده. فاللي مزيان في هذه العجينه هي ان المقياسات او المقادير ما كتحتاجش العجن او يعني نبقاو نضيفوا الماء بشويه بشويه حتى تجمع لينا، لا، يعني الكميه ديال الدقيق تتساوي لنا نفس المقدار ديال الماء. درنا 500 غرام ديال الدقيق غنحتاجوا 500 غرام ديال الماء، درنا 400 400. المهم عندكم يعني ميزانكم على حساب عدد الاشخاص وعلى حساب يعني الافراد اللي نتوما غادي ياكلوا هذه البيتزا هذه. فتنبدا كنخلط مزيان هاد العناصر مع بعض، يعني حتى تتولي لنا الخليط على شكل يعني بحال الخليط ديال الكيك وما فيهش شي حبيبات ديال الدقيق ولا شي حاجه. فالان غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها جانبا حتى يتضاعف الحجم ديالها، يعني تتخمر لنا وصافي. فمن بعد ما خمرت ليا وتضاعف الحجم ديال العجينه، فالان غادي نخلطها شي شويه بسباتولا، يعني باش كتخرج منها داك الهواء او داك الغاز اللي تكون فوست منها. غادي نخليها جانبا وغادي نجيب الصينيه فين غادي ندير البيتزا. غادي ندهنها بشويه واحد المعلقه ديال زيت الزيتون. فبالنسبه لهاد الصينيه فيها 35 سنتيم، ممكن ديروا جوج ديال 20 20 او حتى 22 22 سنتيم، المهم على حسب اللي كان متوفر عندكم. واخا ديروا حتى حجم كبر من هذه ماشي مشكل، يعني اصلا العجينه ديال البيتزا شحال ما كانت رقيقه شحال ما كانت احسن، يعني هذه راه معروفه. فغادي ندير العجينه في وسط الصينيه وغادي نبدا كنطلقها غير بشويه بشويه، اصلا مع الزيت ما كتبغيش تطلق لنا، ولكن غير يعني غير بشويه تنطلقها فراها كتطلق، يعني ما كاينش فيها شي مشكل ولا شي حاجه. تنبداو غير بشويه تنطلقوها. فمن بعد ما طلقت العجينه كيف ما كتشاهدوا، الان غادي نرش عليها شويه ديال الجبن. فانا هنايا استعملت جوج الانواع ديال الجبن، جبن الموتزاريلا وجبن ايدام او الفرماج الاحمر، باش يعني حتى داك العجينه حتى هي كتنكه لنا بالجبن تيجي يعطيها حتى هو طعم رائع وجميل ولذيذ. الان غادي ندير فوق منهم الصلصه ديال البيتزا. بالنسبه للصلصه ديال البيتزا راني فايتها حطيتها في القناه ديالي، غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وكذلك غادي نخليه لكم في اخر الفيديو. بالنسبه غير هاد الصلصه هذه فانا ما استعملتش فيها الطماطم الطازجه، استعملت غير الطماطم اللي كتكون كتباع ديك مطحونه بحال السوديس، ما عرفتش بحال ديك اولا يمكن الا سميتها اولا. مهم دوك الطماطم تيكونوا مطحونين كاع. تنبداو كنطلقوها غير بشويه،
يعني باش ديك الصلصه ما كتهبطناش لداخل في وسط العجين، يعني ماشي ملي تيطيبنا كيجينا العجين ملون بالصلصه. تنحاول نطلقوها غير بشويه بشويه بالمعلقه، تنرش شويه ديال الفرماج. كنت غادي نقول لكم ديال الدقيق، تنرش شويه ديال الفرماج. فانا في هذا الاثناء وانا كندير المكونات ديال المكونات ديال العجينه، فراني شعلت الفرن على درجه حراره يكون سخون، يعني البيتزا كتبغي الفرن يكون سخون باش كطيب لنا دغيا، يعني درجه الحراره واحد تكون 200، يعني ضروري انه يكون سخون من قبل واحد المده ديال 10 ديال الدقائق 5 ديال الدقائق، خص ضروري الفران يكون سخون سخون قبل ما تندخلو البيتزا طيب. فمن بعد ما طلقت صلصة ديال البيتزا، درت فوق منها الفرماج، درت فوق منها المورتاديلا، درت الفلفل الالوان، درت غير الاحمر والاخضر هو اللي كان متوفر عندي، اللي قطعته الى مربعات صغيره وشحرته في واحد الملعقه ديال زيت الزيتون، درت له شويه الملح وشويه البزار. ومن بعد غادي ندير شويه ديال الجبن فوق المكونات، وغادي نبدا كنزين هاد البيتزا هادي بالحبات ديال الزيتون الاسود، اللي ممكن كذلك ديروا بعض الحبات ديال الزيتون الاخضر او الاحمر، او يعني بلاش، حيت اصلا الحشوه ديال البيتزا كتبقى على حسب الذوق. فلا ممكن لما كنتوش كتاكلوا الفلفله ما ديروهاش، ديروا الشامبينيون، ديروا الذره، ديروا اللي كان متوفر عندكم، تكتفيوا غير بصلصه طماطم جبن ومورتاديلا. ممكن كذلك المورتاديلا تعوضوها بالطن او بالكفته او بالفواكه فواكه البحر، المهم اللي عجبكم. فغادي نعاود ندير واحد الكميه ديال الجبن، تقول لك كثرتي عليا في الجبن، ولكن تيعجبني انا الجبن في البيتزا تيعجبني بزاف، فداكشي علاش درتو بزاف. وصافي هكا كتكون البيتزا ديالنا هي وجدت. غادي ندير لها واحد الخويط ديال المعلق، واحد الخويط ديال زيت الزيتون، يعني واحد جوج معالق طعام ديال زيت الزيتون. وغادي ندير فوق منها كذلك واحد الرشه ديال الزعتر باش كيبقى عاطي ديك الطعم ديالو والرائحه ديالو، يعني ملي تنجيو ناكلوها ونعضوها كتعطينا داك الطعم ديال زيت الزيتون والطعم ديال الزعتر. وهي البيتزا ديالنا من بعد ما وجدات وخرجتها من الفران، فتجي يعني كيف ما كتشهدوا في داك الفرماج راه داب، وتجي العجينه طريه 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 بواحد يعني الطعم ديالها طعم خاص، يعني ما نقدرش نوصف لكم الطعم من غير الا جربتوه، يعني واحد العجينه اللي كتجي رطبه وهشيشه بحال الا تناكلو ان كيك، ولكن هو ماشي ان كيك، يعني نقول لك ان كيك مالح ماشي كيك مالح، المهم طعم سبيسيال. يعني كيف ما قلت لكم شحال ما كديروا صينيه اكبر شحال ما كتجيكم العجينه رقيقه، يعني الا بغيتوا عجينه رقيقه ديروهم في جوج ديال الصينيات متوسطين. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في القناه ديالي على يوتيوب كويزين يسرى، والاي استفسار او اقتراح انا رهن اشارتكم خليهم ليا في التعليقات، راني كنقراهم غير بحكم الوقت ما تيكونش بعض المرات عندي، داكشي علاش ما كنجاوبكمش. وما تنساوش ديروا لايك لا فيديو وتشتركوا في القناه، يمكن هذه عاوتاني جوج المرات، وبالصحه والراحه الى الفيديو القادم ان شاء الله.